اللي انا ساكنه فيه دابا معروفه بحسن، ما عندي ولدي واني ما معروفاش من ولاد اخرين. انا معروفه بحسن يا راجل، انا وديتي ملحيين. واش هو اللي عندك؟ عندي ولدي ولادي والاناد الصغيره. خوتي توحشوه، خوتي توحشوه، اختي توحشات، وكلشي كيغوت الجيران كيسوا حد. هو كان ظريف، هو ولد زوين. انا هذيك البلاصه عشق. اها ماما قال لي لا، قلت له واخا صغر منك يقول لي اولد اخويا عاود نمشي ونحرقو. راه اختي غابرت ومشات لطنجه وحرقت، دابا راه جات شرات الدار في طنجه. انا فيا راجل وفيا امراه، انا هزه ولادي بوحدي. يعني ما عندوش الاب؟ ما عندوش الاب. انت مطلقه؟ انا مطلق. واخا كيجي عنده واحد الولد، قلت لي حسن، قال لي العام، قلت لي هذا الولد ما بقيتش ترافق انت وياه، هذا غيكون هو خربت بيه عشق. ولدي انا سميتو حسن. سميتو حسن؟ سميتو حسن. اها كنيتو المقدر اللي يقلب سميتو، كون في شي بلاصه ويقلب سميتو. ولدي سميتو حسن. هو هذا وكنيتو المقدر. المقدر انا خويا غابر ليا ولدي 3 شهور. هذه المده 3 شهور. انا واحد الولد كان كيجي عند ولدي، اها خرج هو وياه المره الاولى، قال ليها حسن. ولدي انا سميتو حسن، هاد النمره راس هاد. لا حول ولا قوه الا بالله، العائله كلها مكويه على الوليد. احنا في المباشره اختي، نتمنوا الخير ان شاء الله. نتمنوا الخير اختي العزيزه، نتمنوا الخير. قال لك ما يحس بالمزود اللي مخبوط به مسكين. 16 عام. 2008 كان مقرب ليك بزاف. ايه كان مقرب ليا بزاف حسن. ما تقديش عليه شي بلا بياك. الحمد لله. الحمد لله. تتحبيه بزاف. ولدي. وضروري من الحب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. الله يجازيكم بالخير يا ما تفاعلوا مع هذا المباشر. بارطاجيو باش نعاونوا هذه الأم. هاد الام اللي مسكينه مكويه على الابن ديالها، هاد الام اللي مسكينه ما تتنعش، هاد الام اللي مسكينه تتلوح كل دمعه عندها ثمن، هي كل دمعه عندها فيها، يعني ما بغاش ولدها، ما تتقبلش بان ولدها لحد الساعه 3 شهور وهو غابر على الانظار ديال اعيون ديالها. عنده 16 عام داروا به جوج الاصدقاء، واحد عنده 20 عام، الاخر عنده 14 عام. يعني حضوا ولادكم، عمروا لهم الغربه. ما الغربه السيد مشى، ما كان خاصو والو في الدار. اشنو وقع لالا بتحي قلبك؟ السلام عليكم. عليكم أنا السلام اختي. انا خويا غابر ليا ولدي 3 شهور. شحال المده؟ 3 شهور. 3 شهور. انا واحد الولد كان كيجي عند ولدي، اها خرج هو وياه المره الاولى، قال ليها حسن. ولدي انا سميتو حسن، هاد النمره راس هاد. ولدي انا سميتو حسن. سميتو حسن؟ سميتو حسن. اها كنيتو المقدر اللي يقلب سميتو، كون في شي بلاصه ويقلب سميتو. ولدي سميتو حسن. هو هذا وكنيتو المقدر. المقدر؟ المقدر حسن. حيت انا مشيت لشي بلاصه كنقلب عليه كيقولوا لي، مشيت السبته وكلشي كيقول لي راه الاولاد اللي كنشدهم قالبين سميتهم. انا كان كيجي عنده واحد الولد، قلت ليه ولدي، قال لي العام. المهم كل واحد كيف، كل واحد وظروفه، كل واحد كيفاش كيعيش. انا ولادي عزازين عليا، انا حسن وعندي 3 وليدات عزازين عليا. انا دايره فيهم با، دايره فيهم با الله يرحمه، يعني دايره فيهم متكفله بيهم. انا فيا راجل وفيا امراه، انا هزه ولادي بوحدي. يعني ما عندوش اب؟ ما عندوش الاب. انت مطلقه؟ انا مطلق. واخا كيجي عنده واحد الولد، قلت لي حسن، قال لي العام، قلت لي هذا الولد ما بقيتش ترافق انت وياه، هذا غيكون هو خربت بيه عشق. اها ماما قال لي لا، قلت له واخا صغر منك يقول لي اولد اخويا عاود نمشي ونحرقو. راه اختي غابرت ومشات لطنجه وحرقت، دابا راه جات شرات الدار في طنجه. انا ولدي عمره ما كان في البال ديالو الحري، انا ولدي كان يدور ويجي عندي. انا ولدي زوين، نقيها التصويره كتوريكم بصح دريويش. انا ولدي الله ياخذ الحق في اللي دخل ليه الحرق في راسه. ما كانش الله يدخل ياخذ الحق في اللي دخل. ولدي كان باغي يتعلم صنعه، ولدي كان باغي يكون حدايا، ولدي عمره ما كان يفكر في الحرق. ولدك كان تيخاف؟ ولدي كان كيخاف، تيود المغرب تيدخل الدار. انا وياه، عندي وليد خدام الله يسهل عليه، بنتي مجوجه، انا وياه عايشين في الدار انا وياه. اذا ندخل انا وياه يمشي للمدرسه، يجي للسوايع يدخل للدار. نهار تلاقى معاه هاد الدري اللي عنده 14 عام بلا ما نذكر سميتو، ولد جيراننا، جا من واحد الدوار يقول لي فرحات، هو اللي خرب حياه ولدي. واخا هذا الولد هذا اللي عنده 14 عام وبلا ما تذكري سميتو، واش هو مازال كاين ولا تا هو مغابر؟ لا مشى هو وياه. مغابر تا هو؟ لا مشى هو وياه ورجع. رجع الولد؟ رجع الولد. ملي قلت ليها ولدي خوك ولدك ولدي فين؟ قال لي خليته في باب الديوانه. اها مشيت لهذيك البلاصه اللي نعتني ما لقيتش.
ما لقيتيش؟ ما لقيتوش. قال لك الولدك اللي كان معايا راه خليته في الديوانه. انا في باب الديوانه ملي مشيت لهذيك البلاصه انا سكنت فيها 15 يوم. انا الحمله اللي كانت ديال 15 يوم انا كنت تما. ما كاينش شي واحد اللي قال لي هاد الوليد شفتو. ما كاينش. ما كاينش شي واحد اللي قال لي هاد الولد شفتو. وانا ما عنديش خوتي و والمغاربه انتم هما خوتي بصح كنقولها من قلبي انا ما عنديش خوتي ولدي ما عنده حتى شي واحد الا انا وانا من النهار اللي مشيت يا حسن عديت 3 شهور و 3 سنين وانا حسن عمرني ما خسرت لك شي حاجه وانا بغيت خوتي يعاونوني وانا ما بغيتهم يعاونوني حتى بشي حاجه بغيتهم غير نشوفو ولا شافو ولدي ما بغيتي لا ماديا لا والو بغيتي ولدي ما بغيت والو الحمد لله انا اللي كنت كنبني فيه شحال من عام راه بليا في 3 شهور مسكين انا ما نقدرش نزيد بلا ولدي ما نكذبش عليك الا كان ولدي مات انا اللي غنبقى إلا كان ولدي مشى للبحر أنا علاش غنبقى؟ لا ما يموتش مشى أنا بغيت ولدي يرجع أنا كنت نقول ليه ما تبقى أنا ولدي ما علمها ما يباتش في الزرقاء ما يخرج كنت نقول ليه عاد كتبات في الزرقاء حسن وتشرد واش أنت حسن كتشوفني إلا كنتي باقي حي ولدي رجع للدار ما بغيتيش ترجع للدار عيط عليا غير عيط عليا خليني نبرد مو مع خلي القلب يبرد أنا توحشتك يا حسن وأنا بغيت ولدي ما نقدرش نعيش بلا بيه انا فيا مره فيا راجل انا وديتي من الحيين واش هو اللي عندك عدي ولدي ولادي ولينا دو الصغير هذا خوتي توحشوه خوتي توحشوه اختي توحشات وكلشي كيغوت الجيران كيسوا حتى هو كان ظريف هو ولد زوين انا هذيك البلاصه اللي انا ساكنه فيها دابا معروفه بحسن ما عدي ولدي واني ما معروفاش بالولاد الاخرين انا معروفه بحسن حيت حسن عزيز على الجيران بصح ما كنقولوش نكذب حسن زوين ولد مؤدب ولد ظريف كلشي الناس كيبكيو عليه وكلشي الناس كيسولوا عليه انا نتمنى اللي شاف ويغوت عليا ولا يدي البوليس ويعيطوا عليا واخا بلاتي بارطاجيو الخوت الله يجازيكم بالخير بارطاجيو باش نعاونوا هاد الام مسكين محروقه على الابن ديالها هاد الام هذه اللي هي مسكينه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هاد الام هذه كنقول خاصني نبات انا في الزرقاء وبات في المحطه ديال طنجه 10 ايام كنقول خاصني نبات في الزرقاء باش نعرف ولدي حتى هو كيبقى انا بتي في المحطه بات في المحطه ديال طنجه واخا انا تفضلي انا بغيت ولدي انا عافاكم اللي شاف ولدي عيط عليا عافاكم اللي شاف ولدي عاوني انا ما بغيت والو انا ما بغيتك لا تحرق لا تجيب لي فلوس يا حسن انا بغيتك تبقى حدايا غادي تقدم راسك وتكبر يعني بغيتي عا ولدك ما بغيتي لا فلوس لا والو بغيت والو بغيت غا ولدي انا بغيت غا ولدي انا ما نقدرش نعيش بلا ولادي انا سمحت في راسي باش نكبر ولادي قلتي لي هاد 3 شهور بحال 3 سنين هاد 3 شهور بحال 3 سنين هاد 3 شهور بحال 3 سنين انا هاد 3 شهور كنطلب غير نحلم به ونشوفه في الليل وما حلمتش به بصراحه ما كنكذب ما توحشتيه ولدي انا لا حول ولا قوه وكنت نقول لك حسن الا درتي شي حاجه ما كاينش اللي غيقلب عليك وما كاينش اللي طرات لك شي حاجه ما كاينش اللي يسول فيكم وانا حسن دايره فيه با الله يرحمه وانا حسن ما عنديش خوتي دايره فيه خوتي خويا وانا حسن دايره فيه اختي دايره فيه راجلي دايره فيه كل شيء حسن وانا حتى ثاني ياك وحاجتي كنحطها عندك وانا ما عمرك بغيتي شي حاجه وخسرت لك يا حسن يعني الوليد عنده 16 عام انا ما بغيتش ولدي يضيح ما بغيتيش انا ما بغيتوش يبات في الزنقه انا ما بغيتش وانا مضحي على قبل ولدي انا صافي العام اللي قلت ولدي دار 16 عام وجلس قلت الحمد لله انا كبرت وليداتي انا رجعت نقلب هذوك هذوك الدراري اللي مشى معاهم الاخر اللي عنده 20 عام اللي هو ما تيتحسبش بانه قصير رجع واش رجع ما خديتوش شي تصريح من عنده فين هو ولدي ما بغاش يدوي معايا قلت لي عافاك قول لي فين قال لي قلت لي رجع معايا انا نخلص عليك ويلا عود معايا قال لي لا الصغير قال لي نمشي معاك ولكن هذاك الولد راه خص تحقيق مع ذاك الولد ما طلبتيش كنمشي عند البوليس كنقول لي درت كي طالبي بالتحقيق لان ذاك الولد ماشي قصير انا عنده 20 عام قلتي انا مشيت عند البوليس ديك راريت ملي عاود رجعت ثاني قال لي هو صافي ما تبقاش كل ساعه جايه الا كان عندنا راه حنا نعيطوا عليك بالنسبه للشرطه راه غادي دير الخدمه ديالها الا شافوه غادي يعيطوا عليك ولكن داك الشاب اللي قلتي عنده 20 عام انا ما نمشيش لهذيك البلاصه وهنا انا كنهضر بحالك تيقى فرات قال لي هذيك البلاصه ما نمشيش ليها قلت لي علاش ما غنمشيش ليها عاود معايا وانا نخلص عليك اولدي قال لي انا عندي مشكل تما ما نقدرش نرجع قال لي الدار بيضاء قال لي انا ما نقدرش نرجع للقصر الصغير انا خليت ولدك في القصر الصغير ملي مشيت للقصر الصغير قالوا لي واحد الاولاد انا هما طالعين في السكه الفوق ما شافونيش انا كنعلق بالصاور هما يقولوا حسن اللي كان معانا ملي مشيت للقصر الصغير قالوا لي شوفي خالتي هادو راه كانوا ثلاثه هنا مشاو لواحد البلاصه جو هاد الاولاد جوج راه رجعوا ما بغيتش نذكر سميتهم ويني حسن ما رجعش معاهم ما رجعش معاهم هذاك الولد ملي قلت لي عاود معايا القصر الصغير وانا نخلص عليك قال لي لا مازال الصغير ما قالش يعاود معايا كيقول لي خالتي راني خليته في باب سبته الهدف ديالك بغيتي غير الابن ديالي بغيت ولدي شوف انا ما درت ليه والو انا ديك اللي
شهرين هذه عيطي قال لي ماما انا توحشتك حتى انا توحشتك يا حسن، ما بغيتيش تعيش معايا نجي نكري لك، ما بغيتيش تعيش معايا نصيفط لك حوايجك وتليفونك اللي حطيتيهم مشيتي وعيط عليا، انا بغيت والو، بغيت نعرفك غير فين كاين، بغيتي تجي عندي الدار ولدي جي، كي قلت لي ماما انا غنرجع نجي عندك ونمشي. قال هادي قال لي ماما شهرين هادي بجوا معايا ماما، قلت في الدار تهلاي في ايناس انا غنجي عندك ماما نشوفك ونرجع، ما جيتيش عندي بقيت نتسنى ما جاش، انا مزوقه فيكم بغيت شي واحد لا شاف ولدي عيط عليا، انا بغيت والو لا كان هو في البال ديالو الحرق، انا راه في البال ديالي بغيت غير ولدي كبر حتى يكون يعود عارف فين يمشي وعارف فين يجي، اذا 16 عام راه باغي يقولوا كبير راه ولدي قاصر باقي ما عارف يعني والو. يعني الصور درتيهم في المحطه ثلاث شهور قدمتيهم الرجال الوطني مزيان غيديروا خدمتهم راه تبارك الله دابا ثلاث شهور هادي مزيان غيديروا الخدمه ديالهم، واخا يعني مشيتي للجمعيات؟ لا باقا ما مشيت عند جمعيه ديال ماما جميله اللي في الرحمه صافي مشيت وباقي ما داروا معايا والو. ونتمنى حتى الجمعيات يعني يدخلوا معاك في الخط، ونتمنى الابن ديالك تلقاه ان شاء الله لانك انت يا ربي بغيت ولدي يا ربي راني بغيت ولدي بصح راني بغيت ولدي، انا ما عمرني نعس كننعس انا وياه في بلاصه وحده وكنوضو بلاصه وحده كنصيفطو للمدرسه وكنتبعو مسكينه. لا حول ولا قوه الا بالله. مشاهدين بارطاجيو هذا المباشر باش نعاونوا هاد الام مسكينه، قال لك الله يسمح لي يعني مسكينه ما تتنعش، بغات الابن ديالها تلقاه الابن ديالها اللي عنده 16 عام وقالت لك داروا بيه الدراري الاصدقاء ديالو، واحد عنده 20 عام واحد عنده 14 داروا ليه في راسو الغربه، راه مشى للغربه ما عرفات واش مشى ولا. انا ماما بغيت نعس مش راسي لهنا ماما أشمع. ماما انا بغيت نحقق لك ماما انت ضربتي عليا تمر وانا بغيت نحقق لك حلمك ماما، انا بغيت نعس ماما ولقى راسي لين، قلت لي حسن قال لي العام، قلت لي شوف جلس راه اللي قسم علينا الله هي اللي غنوصلوها، قال لي ماما انا كنمشي لهذا الصالون ما كنشد فيه والو، قلت لي شوف انا دابا خدامه قال لي كوافور اه، قال لي ماما قلت لي ماما قال لي العام، قلت لي جلس ما تبقاش تخدم حتى نشوف لك شي بلاصه، مي تما الصباح ملي داك ويقول لي وا ماما هذيك الايامات كنقول لي علاش كدور كتبكي، كيقول لي وا ماما الا خرجت ما تقلبيش عليا والا مشيت، كنقول لي شوف راه غتمشي وغتجربك وغتمشي وغتعود تشم وغتمشي وغتمشي في الاولاد كيفاش عايشه في المحطه، كيقول لي الا مت ماما نتلاقاو في الجنه، كنقول لي الا ما مشيتي للبحر، كيقول لي ياك الارواح كيتلاقاو عند الله، الا مت ماما واختي غنتلاقاو في الجنه، هذه هضرت هذه هضرت وخرج ما تقلبوش عليا ماما مسكين لا حول ولا قوه. كيقول لي انا بغيت نغمر انت ما عينك للخدمه ما عينك ما بقيتش كنخدم مسكينه ما صافي انا ما واش نكذب انا 3 شهور دابا ما بقيتش كنخدم دابا 3 شهور لا والو يعني ما عندك ديك الراحه راحه البال. شوف اللي هي اللي غتحس بيا هي اللي كان ماشي لها ولدها خارج والو نهار هي اللي غتحس بيا الله يسمح لنا انا الله انا مزوقه فيكم العار اللي شاف ولدي عيط عليا وانا بغيت نعرف، شوف انا كنت نقول ولدي كبر حدايا واني دابا وليت نقول يا ربي بغيت نشوفه في السبيطار الله يعفن نشوفه، بغيت ميت نشوفه في المكان بغيت نشوفه، بغيت غنبغي يعني بغيت غير ولدك شي ميراث بغيت غير ولدي، ما يمكنش انا باركه في الدار وولدي ما عرفتش فين، ما كاينش اللي قلب عليه ما كاينش اللي سوال، وكتقول لي الا خرجتي وطرات لك شي حاجه ما كاينش اللي غيسول عليك، وانت فيها يا حسن انت وعمر شي واحد ما سولفك، عمر شي واحد ما قالك فينك يا حسن، كنت نقول لك الا خرجتي يعني دابا السيد ديما تقولي ليه فينك يا حسن، دابا شكون اللي غيسول عليك؟ لا ما كاينش اللي غيسول عليك ولدي يتيم الحيين ولدي ما كاينش اللي غيسول، ماشي ما كاينينش عائلته كاينين خوالو كاينين عمامه، وانا ما عمر شي واحد سول فيه وقال لك في حسن فين ابدا. ونتمنى الخير اختي العزيزه يا ربي خويا. مشاهدي الموقع معكم الله يجازيكم بالخير، يا مال اللي شاف هذا الابن هذا يتصل بالام ديالو اللي شاف هاد الصوره ديال هاد الوليد سميتو حسن، حنا ركزوا لينا على الصوره ماشي الاسم، كاين بزاف حسنات فهمتي، هو ما عندوش البطاقه الوطنيه فهمتي، هذيك هي المشكله دابا راه البطاقه الوطنيه تتسهل بزاف الحوايج باش غادي فهمتي، هذه هي التصويره ديال الابن ديالها اللي شاف هاد الصوره هذا هاد الولد يبلغ الشرطه يبلغ الامن الوطني ولا يبلغ الدرك الملكي ولا المهم فين ما كنتو بلغوا السلطات الله يجازيكم بالخير الله يجازيكم بالخير، فين ما كنتو شفتوا هذا الوليد بلغوا السلطات قبل ما تتصلوا بالام ديالو باش ما يهربش ياك، ربما الا اتصلوا بك غادي يهرب يقدر يهرب قبل ما تتصلوا بالام ديالو بلغوا السلطات الله يجازيكم بالخير، اي اللي بغى يوصل السلطه يوصل اللي ما بغاش غير يعيط عليا اللي بغى اللي بغى يبلغ السلطات يبلغ، اللي ما بغاش يبلغ كما قلتي يتصل بي غير يتصل بي يقول لي انا شفت
يتصل بكم الاحسن يبلغوا السلطات. عرفتي علاش؟ لان السلطات تعرف تخدم كيفاش دير الخدمه ديالها. فهمتي؟ من الاحسن بلغوا السلطات. الله يجازيكم بالخير. اللي شاف هذه الصوره ديال هذا الشاب هذا، هذا الولد هذا اللي عنده 16 عام، امو ما تتنعش، امو تتبكي، امو ما تتاكلش، ما تتشربش، امو عايشه في العذاب. قالت لك انا عايشه في العذاب، عايشه الجحيم، عايشه الجحيم. امو راه انا تنصبرها من جات عندي تتبكي. قالت لك لا حول ولا قوه الا بالله، انا ولدي بغيت ولدي ميت ولا حي. الله يجازيكم بالخير. يا ما بارطاجيو وعي ولادكم، وعي ولادكم. اشوفوا دابا عباد الله، جوج وليدات لعبوا لي على عقله. الولد كان تينعس مع المغرب، عاد يقول الله كبر تيدخل الدار تيخاف من الليل. ها هو صدق دابا ما عرفت فين داير بهذا الليل هذا. ياك اخويا مال في دخل ولدي بكري، مال في خرجت انا وتعطلت في الخدمه يقول لي فينك يا ماما، نقول لي فين حسن، يقول لي انا في الدار. انا عييت، انا بغيت ولدي. انا لا كان ولدي مات ما بقى ليا، انا علاش غنعيش بلا ولدي؟ بصح انا علاش غنعيش بلا ولدي؟ ما متقبلاش حتى الموت ديالو، يعني ما متقبلاش مسكينه حتى الموت ديال الابن ديالها. ويا ربي يكون حي، يا ربي يكون حي اختي، ما تفقديش لا ماني يقدر يكون حي اختي العزيزه. يا ربي يا ربي يا ربي يكون حي هذا الوليد هذا. والمغاربه راك نتو درتو واحد واحد اللايف كنا درناه وبارطاجيتيو، ولقينا واحد الشابه اللي كنتو عقلتو عليها، واحد اللايف ديال واحد السيده اللي ما كانش نجحات، سقطات وهربت من دارهم. ولكن بكم انتوما لقينا ديك الابنه، بكم انتوما عبر موقع معكم بارطاجيتو ولقينا ديك البنيته مسكينه. ما بغيناش هاد الوليد يضيع. الله يجازيكم الخير. يا ما بغيتش ولدي، ما كيقدش على الوسخ. ولدي ما بغيتوش يمشي يضيع في الزنقه. ولدي ما عقدش يبات في الزنقه. ولدي لعبوا لي في عقله باش بات في الزنقه. عافاك حسن، الا كنتي باقي حي غير تصوني عليا، انا مزوجه فيك حسن. انا الا كنتي متيناش باقي غنعيش انايا. لا حول ولا يسمح لنا من الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين. الا متي كيفاش غادي نعيش انايا؟ ما عندها عليه تخبار. عباد الله يا ربي يا ما يكون شاء الله حي وتشوفي وليدك. والقناعه راه شي حاجه، علموا ولادكم القناعه. عباد الله علموا ولادكم القناعه كما كانوا الناس ديال بكري. اجي اولدي اللي قسم الله نعيشوا فيه. انت ما كنتيش تضغطي عليه؟ انت ما كنتش كنضغط عليه، ولكن واحد الوقت ملي جبان ليا ما نكذبش، انا ما كنتش كنضغط عليه. انا كيبغي انا كنت ما عمري ضغطت على حسن. وربي شاهد عليا واحد الوقت ملي دار 16 عام وبان ليا خرج من المدرسه، درت ليه السوايع ولي من دارو يكون يسمعني، درت ليه السوايع ب 1000 درهم. واحد الوقت ملي بان ليا ما غيشد لا قرايه لا صنعه، قلت ليه حسن، قال لي العام، قلت ليه غتفوت هاد الاولاد غيخرجوا لك على حياتك وغتشد دير راسك. هذا هو اللاج اللي خاصك تكون داير شي صنعه في راسك. في اه في الصنعه في دار الحلاقه. قال لي صافي يا ماما بقيت انا وياه، خلص مشيت خلص لي السونتر دار الحلاقه، ولا ثلاث ايام في سونتر وثلاث ايام في الصالون حدايا، ولا غادي خدام نهار يصور 50 درهم، نهار يجيب ما يمشيش للصالون يجي عندي يجيب دري عندي يصور 100 درهم. كل نهار غادي غادي، المهم غادي مزيان، غادي مزيان غادي مزيان. وعمرني انا ما ضغطت عليه، انا ضغطت عليه على الصنعه يتعلم. هادشي اللي ضغطت عليه، وهذيك الصنعه بغاها هو. هذيك الصنعه حنت انا كنت حالفه عليه، كنقول ليه الحلاقه ما ديرهاش ما فيهاش فلوس، هذه انا ما كنتش عارفه. ولكن في الاخر قالت لي يا بنتي يا ماما، قلت لها نعم، قالت لي سيري معاه في داك الشيء اللي بغاه هو. حيت هو في المراهقه. مشيت معاه في داك الشيء اللي بغاه. 16 عام سير للمراهقه. 16 عام ويني بات في الزنخه. ويني ولدي ما كيقدرش يبات، ولدي كيبغي شوف ولدي الله يجعله ما يجيبها من البال، ويبغيها مصبله ونقيه، يبغي فراشه زوين، يبغي ماكلته زوينه. ولدي كيخاف ولدي. ولدي هذوك اللي كانوا سبب ليه خليت ليهم الله، وكلت ليهم الله. هذوك الاولاد اللي كانوا سبب لولدي، هذوك الاولاد ما كانش تبعهم ماماهم بصح. هذوك الاولاد ما كيقراوش، هذوك الاولاد ما خدامينش، هذوك الاولاد ما خدامينش، هذوك الاولاد ما كيقراوش. ما كيقراوش، ما كيقراوش. هذوك سكنوا تما ما علينا. قلت لي هذا الدري الا تبعتيه غادي يخرج عليك. ونفس المشكل بقيتي تابعيه توصلك توصلك وهو رجع لدارهم، وانت بقيتي الله اعلم فين. وانا بغيتك حسن ترجع لداركم، وانا كنت حسن انت ويدي اليمنى ولو نعدي صغير وكان يدك لهم. شوف انت تسخر ليك. شوف الله شاهد عليا. البعيده قرب عليا حسن. حسن كتحس به عدي وليد الله يخليه ليا عنده 23 عام. اييه ولكن حسن كتحس به من الصغر ديالو حار وراجل حنين. وحنين. والقريه البعيده اللي كنقول هذه ما غنقدش نديرها يجيبها ليا حسن. حسن كان ويدي اليمنى. حسن كنت نكون غاده وانا ما انا فرق انا وبابا، ولكن كنحس براجل غادي حدايا.
حسن. اه كنقولها وكل شيء كيسمعني ولا كانوا يسمعوني الجيران شي حاجه. وحسن كان حس بيه راجل، كان راجل واخا هو صغير كان تيعطيك واحد الحنان في الدار ديال الراجل. كنت متنا نقول هاد البلاصه خفت منها، قولي انا ما خفتش منها. واخا ندخلوا في التفاصيل، وفين هو بابا؟ ما سولتش عليه؟ لا بابا ما سولتش عليه بلا ما نجبدوا هادشي بلا نجبدوا. عادي انا هو بابا ما سولش على الكبيده ديالو. لا ما سولش عليه، ما عيط في التليفون. لا ما عيطش بابا، خبروا ايه خبروا بابا والو والو بابا والو. وبابا اش غنقول لك، انا تفرقت مع بابا ولكن ما كانش يخلي ولادو بحال هكاك. انا هزاهم ما محتاجاش لبابا، الحمد لله باذن الله انا هزه ولادي. ولكن بابا ما كانش يتخلى على ولادو بحال هكاك. مربانا حتى هو عنده واحد الدمار من جهه بابا. ياك مربانا عنده كاع له الحنان وما لقاش الاب. شوف انا ما تفهمتش انا وبابا ما دار لي ما درت لي. حنا تلاقينا خوت وتفرقنا خوت. ما دعيتهم المحكمه، ما نفدت عليه صير، ما درت لي حتى شي حاجه. قلت لي الا حكموا عليك 100 درهم ما تعطيهاش ليهم، جي عند ولادك. عند ولادك. انا ما طلبت من بابا هو والو. انا قلت لي غير بقى مره تسول في ولادك وتجي عندهم. يعني بابا ملي كان يمشيو عند ولادو كان يحردهم عليا. ملي كانوا صغار كنت نقول لهم صافي، ملي صيفطتهم واحد المره وحردهم عليا كنقول لي صافي ما تمشيش. اذا بابا ما عندوش الكبده ديال الاب. اذا بابا ولدي مشى عندو برك شهر عذبوا العذاب الشاطيط. انا بنهد المنبه انا ياسين مش عاد بابا ما عقلش عليه. ياك انا بنتي تزوجت ما عقلش عليها. انا بنتي دابا كتقول لك انا كنت باغا بابا ملي كنت باقي صغيره. دابا انا كبرت. ملي كبرت ما بغيتش بابا، هو اول اللي ما بغاناش، مانيش انا ما دعيته ما بركته في المحكمه هو من ما تبعتي النفقه ما والو. قلت لي تفرقنا خوت نبقاو خوت وبقى وهو يجي عند اولادك. ما تعطيهمش الحنان؟ عمره ما سول فيهم. مسافر عمره ما قال لهم فينكم اولادي. دابا انا عندي بنيه والده بنت عمره ما عرفها فين كاين. 14 13 عام ما شاف بنته. عمرني ما حبست انا. يعني انت المصدر ديال الحنان ديال ولادك. انايا دايره داك الدور ديال باهم وديال امهم. والله يسمحنا من الوالدين هزات التصويره وغادي تدوري تتقلبي على ولدك. انا ما خليتش نمشيت. انا شوف انا شهرين ونص وانا نقلب انا واختو حنا خارجين من كازا. من كازا. ما خلينا في بني نصر. المهم اللي كنعرف ما خلينا باب سبته، ما خلينا الرباط، ما خلينا طنجة، ما خلينا قصر صغير شي بلاصة. قال لي راه يقولوا لي سير لا فيها الحراقة كنمشي. قلت لي مشيت لباب سبتة سكنت فيها 15 يوم. مشيت لباب سبتة هي سكنت فيها، واللي سكنت فيها بزاف في المحطة هي طنجة. طنجة. حيت طنجة كتحس بها ما فيهاش يعني الخوف. في البوابة ملي ما فيها. ربما غيكون ولدك. قلت يكون تما. أنا قلت كنبقى في الليل خارجة برا باش انتم كيخرجوا في الليل باش نشوفهم. باش نشوف ولدي وما تلاقيتش معاه. واش تبقى غاديه في الطريق تيبان لك شي واحد تيشبه ليك؟ كنسو بزاف. بزاف كنكون غاده في الطريق كيبان ليا بحال حسن. كتقعد تقول ليا بنتي رجعي ماما ماشي هو، لان كيبان ليا الصوره ديال ولدي كذا. حسن هو داك. حسن كنقول له اجي يا حسن، ملي كنمشي ما كنقول له توحشتك يا حسن وانا ما عديش من غيرك وانا لا عيشه من وراك انت، هي الا كانت طرات لك شي حاجه كنقولها بصح. يا ربي توحشتك يا حسن. انا لا كنتي انت مشيتي كانك البحر ولا متي في شي بلاصه ولا ميت ولا شي حاجه، اش من عيشه ليا وراك؟ انا ما عندي ما ندير. علاش لا لا؟ الله يستر مسكين وقدر الله نرضاو به وباذن الله راه غادي يكون بخير وعلى خير. نتمنى اختي العزيزه. وين انا بغيت ولدي، انا بغيت اللي شاف ولدي عيط عليا وانا مزوقه فيكم وانا حسبوني اختكم وانا حسوا بيا رجعوا. حتى شي واحد ما غيحس الا اللي كان ماشي ليه ولده، ولا غيحس لي انا كعيش ام. حتى وحده ما غتحس الا اللي ما خارج ليها ولدها غير ليله وحده وتحس بيا كيفاش انا. انا ما نقدرش نفوت ولدي. انا اللي طلب عليا ولدي كندير ليه على جهدي. ولكن انت حسن باقي حي اخويا وشتيني مرتي صوني عليا وعيط عليا فين ما كنتي وانا حداك. قلتي لي ندير لولدي الحفله. ندير لي الحفله. قلتي لي نلقى ولدي ندير لي الحفله. نلقى ولدي ندير لي الحفله. بحال يلاه زاد نعد فين ما كان يعيط عليا وانا حداه فين ما كان. انا ما عمري كندوز ولادي وما عارفيني لا بنتي ولا ولادي، عندي جوج ولاد وبنت، ولكن انا ما نقدرش الدار نبقى فيها بلا حسن. لا حول ولا قوه الا بالله. قلتي لي هذه المده كامله تنقلب عليك يا يونس باش ندير اول نداء درتي. لا درت ولكن ما بدون بدون درت ولكن شحال وانا متبعك. انا كنت متبعك سبحان الله قبل ما يمشي ولدي وكنحس بك عز عليا بحال خويا. كنت متبعه فاطمه الزهراء. لا انت ولا فاطمه الزهراء، ولكن شحال قلبت باش نلقى نمرتك ما لقيتهاش. لو باذن الله غادي نلقاو الحمد لله. حنا نبقاو على اتصال. نداء الاخير للناس. نداء اخير الناس. عافاكم اللي عافاكم اللي شاف ليا ولدي. انا مزوقه فيكم اللي شاف ليا ولدي. دار معاه راني مرات بالصحه، راني مريضه بالقباط، راني مريضه بالسكر، وولدي راني عارف راني
كنوض الليل وكنخرج حدا الباب، الباب ديال الموبل، كنقول كتكون الشتا كنقول نخرج برا ما نبقاش ناعس في المنطقة باش نحس بداك البرد اللي كيحس به ولدي. انا حياتي وقتي كله كنت معمره به ولادي. ومتى طيح الشتا؟ كنقول ولدي عريان برا. ومتى طيح الشتا؟ كنقول ولدي عريان برا. عافاك حسن الا كتشوفني ولا شافوني صحابك ولا شي واحد شافي، انا بغيت ولدي. انا راه ما نقدرش نعيش بلا ولدي، راني بصح ما نقدرش نعيش بلا ولدي. انا راني كندور وكنكون جايه من الخدمه عيانه وكنلقى ولادي في الدار وكنتسارع. انا راه كنخرج برا ويكون فيا الجوع ونبغي ناكل الحاجه وولادي كيسمعوا فيا وكنبغي ناكل الحاجه وكنقول لا وكلت لا كلت انا الحاجه برا ولادي تكون غايجيب ليهم. انا ما عندي حتى حاجه من غير ولادي، كاع اللي بنيتها شحال من عام فشلت ليا هذا العام. انا بغيت ولدي مشاهدي الموقع معكم، غادي نحاولوا نوقفوا هذا البث المباشر. الله يجازيكم بالخير يا ما بارطاجيو هذا المباشر باش لقاو هذا الابن هذا اللي هو ضايع. الام ديالو للام ديالو مسكينه مكويه على ولدها، الام ديالو مسكينه اللي مكويه على الابن ديالها، يعني لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اللي بغى يتصل يتصل بالرقم 0693 84 42 90. أعيد الرقم 0693 84 42 90. الله يجازيكم بالخير، تطلب الأم ديالو وما تحاولوش الخوت بعض الناس اللي هما غادي يقدوا يضحكوا ولا يديروا شي حاجة خايبة. اللي فيها يكفيها مسكينة، اللي فيها يكفيها مسكينة، لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم. نعاونوها نساعدوها، راه فيها الأم فيها الأب فيها كلشي. كيف ما تتصرح باهم ما عقلش عليهم، باهم ما تيسولش فيهم، انا باهم انا امهم انا كلشي. هادشي تتصرح هاد الام، هاد الام اللي هازه التصويره وغاديه مسكينه، والدري اللي تيبان ليها تصحابو ولدها تتقول لي حسن، تيدور الدري تيقول لا لا ماشي حسن. هاد الام هادي راه ولات مسكينه نفسيا، راه لا حول ولا قوه الا بالله، راه ما غتلقى ولدها تتشوف شي طبيب نفساني. الحاله ديالها غاديه وتزيد تصعيبه عليها، راه ما تتنعش، ومنين تطيح الشتا تتقول يا ربي ولدي يكون فشي بلاصه اللي مخبيه وما طيحش عليه الشتا. مشاهدي الموقع معكم، كنتوا معنا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. تنتمنى بارطاجيو هذا المباشر الى بث اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.